كتاب الطلاق عندنا أي أين تعتد المتوفى؟ هذا الحمد لله يسير هذا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب التصانيف، ثقة ثبت رواه الجماعة الترمذي. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. سليمان بن حيان الإمام الحافظ الأزدي قال العجلي ثقة، قال أبو حاتم صدوق وثقه جماعة، قال ابن معين صدوق وليس بحجة، وتبع على هذا ابن عدي. صحيح أنه ثقة، صحيح الرارح أنه ثقة. عن سعد بن إسحاق. سعد بن إسحاق كعب بن كعب بن عجرة، صحيح؟ نعم. ثقة له أحاديث يرويها عنه يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن زينب بنت كعب بن عجرة، وهي صحابية وقيل من التابعين، تزوجها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أخته الفريعة فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم. طلب أعلاج يعني أعبد من العلج، الأعاجم يعني من العلوج. فأدركهم بطرف القدوم فقتلوا بلد، يعني أدركهم بهذه البلد. فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي بعيدة يعني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي، فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمتي؟ قالت: كيف زعمتي؟ كيف زعمتي؟ قالت: فقصصت عليه فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. سبحان الله، هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وابو داود. نعم، الحق هذا الكلام على مسألة العدة والإحداد، مسألة العدة والإحداد. أولا، حق الزوجة على الزوجة عظيم، حق الزوجة على الزوجة عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في السنن: قال: ولأن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوجة بالزوج؟ قال: أمه. قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها، يقدم على أخيها على أبيها على أي أحد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث اختلف فيه، وان كان يعني الاصح الضعف، وهي ان المرأة اذا اطاعت زوجها وادت فرضها دخلت جنة ربها، حديث فيها ضعف لكن يستأنس بها في هذا المجال. ولعظيم حق الزوجة، كانت تحد على الزوج سنة كاملة احداد، وتعتد سنة كاملة، لقول الله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوه في مسألة العدة ومسألة البيتوتة، المكان الذي تكون فيه المرأة المعتدة، قال: فإنما كان في إنما هي 4 أشهر و10، كان في الجاهلية تأخرت يا منى. وهذا الدرس كم الدرس الآن؟ خامس؟ هذا الدرس الخامس الذي فاتك يا منى، أين كنت؟ الخامس هذا فاتها 4 دروس، غفر الله لك، أين كنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قال: إنما هي 4 أشهر و10، كانت إحداكن يعني تعتد على زوجها عاما كاملا، تدخل الحفش ثم لو افتضت بعد عام بطير لقتلته. فلحق الزوج عظيم. لذلك يتكلم هنا الآن العدة
لا عليك. العدة تعتد المرأة، أين تعتد المرأة التي توفي عنها زوجها؟ أصل هذا الباب حديث فريعة، وحديث فريعة مختلف في إسناده، حديث فريعة مختلف في إسناده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث فريعة مختلف في إسناده، ففيه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وفيه خلاف والصحيح التوثيق، وفيه خلاف والصحيح التوثيق، وإن كان يروي عن سلم مرسلا. وأيضا زينب بنت كعب بن عجرة من الثقات إن قلنا من التابعين، بل الاختلاف بين العلماء هي صحابية أم من التابعين. والصحيح الراجح أن له شواهد تحسنه، أنا أدين الله بتحسين هذا الحديث، أدين الله بتحسين هذا الحديث، عندما قال لم سلم اعتدي كيف ما شئتي أو ففعلي إن شئتي. فلما خرجت قريرة العين نداها لم سلم فقال كيف زعمتي؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك. وهذه دلالة على رجوع العالم عن فتواه، قال ارجعي إلى بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. فالمسألة الأولى في هذا الباب هو كما قلنا الرجوع للعالم، فراجعت الآن اختلط عليه الأمر، وأن زوجها لما خرج يطلب أعبدا قتلوه، فلما قتلوه مظلوما شهيدا، فلما قتلوه وجاءها النعي قالت كنت في بيت من بيوت الأنصار أين أعتد. وهذه دلالة على أن المرأة لو كانت عند أبيها عند أمها عند أخيها وجاءها نعي زوجها لابد أن ترجع سريعا إلى بيت الزوجية تعتد فيه، لا تخرج منه 14 وطبعا عليها محظورات أخرى، الطيب ولبس الزينة من الثوب وغير ذلك، ولا تخرج إلا لحاجة. هذا أصل أصيل في مسألة الإحداد على الزوج لحق الزوج العظيم على زوجه. الغرض المقصود بأنها لما كانت في بيت بيوت الأنصار أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت زوجها، أن تعتد في بيت زوجها. وهذه المسألة خلافية، جماهير الخلف والسلف قالوا بأن المرأة، خذ رقمها أنت وبعث لها رسالة تسأل متى المجلس. العلماء الجمهور جمهور السلف والخلف يرون، ومنهم الأئمة الأربعة، يرون بأن المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج منه أبدا إلا لحاجة. وغلب ذلك الحسن بن عامر الحسن البصري، وأيضا عطاء أعتقد أو مجاهد لا أذكر، وابن عباس على أنها تعتد حيث شاءت، تعتد حيث شاءت. وأدلة الجمهور أولا قول الله لا فعلاء أسكنوا، قال ولا تخرجن من بيوتهن ولا خرجنا إلا ولا تخرجن من بيوتهن، فأضاف البيت لهن في هذه الإضافة دلالة واضحة أنها تمكث فيه ولا تخرج منه. والحديث نص في المسألة، الحديث نص في المسألة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت زوجك، في بيت زوجك. قال كيف زعمتي؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء في نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجل، يعني 14 وهذا راجح صحيح، وليس مع ابن عباس ومن قال بقولهم بأنها تعتد حيث شاءت إلا الأصل، الأصل عدم الإلزام. وقد جاء الناقل الصحيح الصريح عن الأصل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك، وهو حديث كما قلنا صحيح، أنا أدين الله بأنه حديث صحيح، وهذا الأليق وهذا الأصح وهذا الأسد احتراما لمكان الزوج منها. والمسألة الثانية أو الأخيرة في هذا الباب هو رجوع المفتي عن الفتوى، وأن العالم لابد أن يتصور عندما يفتي كامل التصور في المسألة، أن يتصور كامل التصور عند الإفتاء. لذلك لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وإني في دار من دور الأنصار الشاسعة وبيانت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعلي إن شئت، ثم قال لها ونادى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيدي علي ما قلت، قالت فقصصت عليه، لما قال لها كيف زعمتي فقصصت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه فقال لا اعتدي في بيت الزوجية، فقال لها مسلم قال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالراجح الصحيح أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، المرأة تعتد في بيت الزوجية. نعم وهذا صحيح على قول بعض الصحابة كما قالت سكينة، كنا نقول قول ونرجع عنه غدا في الاجتهاد، ففيها دلالة على التصور، فقط على التصور. عامة هذا الباب الراجح الصحيح أن المرأة تعتد في بيت الزوجية 14 عليها محظورات أخرى كما بيان. الفوائد المستنبطة الرجوع إلى العالم، رجعت إليه في عوض المسائل. الفائدة الثانية
من مات دون ماله فهو شهيد. زوجها خرج يطلب ماله فقتلوه. الثالث، الفائدة الثالثة، جواز مكوس الزوجة في بيوت الأقارب لكن بالضوابط الشرعية. نعم، هي تتواصل مع أم خضر، وأم خضر ترسل لها جزاها الله خير، تتولى بذلك. من الفوائد التأكيد على ما في الكتاب حتى يبلغ الكتاب أجله. الفائدة الأخيرة، عظيم حق الزوج، وانتهى الباب بفضل الله الذي فعله. يبقى لنا البيوع. لو فيها أسئلة تفضلوا. تقول السائلة: قلتم المعتدة لا تخرج إلا لحاجة، نعم، فهل العاملة تدخل في هذا الباب؟ لا، العاملة التي لا عائلة لها لا تدخل في هذا الباب، تخرج عملها وترجع ولا تزيد على ذلك. إن هناك حديث الإنسان قال: خروجي جذي النخل، جذ النخل. أبو الوليد يقول لنا سؤال ولم يجب، أين سؤاله أبو الوليد؟ هذا من السادات. فقد شخص 10 سنوات وقد مات ولم نعلم بالصلاة عليه، ما الحكم؟ نعم، سكينة صححت لنا بقولها: ارعي جذي نخلك أو ارعي نخلك وتصدقي جزيت الجنة. سكينة، نعم، هات السؤال. فقد شخص 10 سنوات ومات ولم نعلم بالصلاة عليه، ما الحل؟ كيف فقد؟ ما لو 10 سنوات يصلى عليه، لكن لابد أيضا من معرفة أين كان. في دولة إسلامية، دولة كافرة، هناك من صلى عليه، هناك من يصلى عليه. لأن أدين الله بأن الصلاة على الغائب، أنا أدين الله خلاف المذهب، أدين الله أن الصلاة عليه إذا لم يصلى عليه، لو صلوا عليه لا يصلى عليه مرة ثانية. لو غلب على الظن أو فقد في مكان لم يصلى عليه يصلون عليه. نعم. إذا طلق رجل امرأته طلاق بائن ثم توفت ثم مات في العدة، بأي عدة تعتد؟ إذا طلق طلاقا بائنا، يعني طلاقا بائنا يعني ايش؟ طلاقا بائنا يعني خلع. اذا قصدت ذلك كالطلاق الموجود في المحاكم الان كانه خلع، ان قصدت بذلك لم تصل زوجة، فهي تعتد فقط عدة الطلاق حيضة واحدة. اما اذا قصدت الطلقة الثالثة لابنون الكبرى، هذا خلاف بالعلماء، خلاف بالعلماء، لانها في العدة ليست بزوجة، هي في العدة ليست بزوجة، فقالوا تعتد عدة الطلاق لا المتوفى عنها. فإن كان طلاقا بائنا فالراجح الصحيح أنها تعتد طلاق، تعتد عدة الطلاق 3 قروء لا 14 وعشر، لأنها في الطلاق البائن ليست زوجة، والاتفاق أنها لا ترث، فهي لا تعتد إلا بالقروء. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.